طيب التور واضح عندي حاجة، واضح ان انت بتمر بأزمة، اهي أزمة، عندك خوف على شوية اضطرابات، شوية عكوسات الفترة دي، خايف طبعا، خايف تاخد اي خطوة، خايف من اي حركة تعملها انك تزود المشكلة اكتر وتغرق اكتر. بص جاي لك ايه تحت الكارت ده؟ The High Priestess، القديسة، زي ما انتوا عارفين واكيد حفظتوا، القديسة بتمثل لي القرب من ربنا، الروحانيات. حلكوا يا تور لو القراية دي تنطبق عليكم وفعلا بتمروا بالأزمة دي، بليز اتجهوا لربنا، هو الوحيد اللي هيطمن قلبكم، وهو اللي هيخرجكم من المشكلة دي سالمين آمنين. نقرب من ربنا شوية، نتعبد، نحاول ان احنا ننعزل شوية، نقعد، مش ننعزل، نقعد بس ايه، نفكر بهدوء كده لوحدنا، وتبعدوا عن المشكلة. يعني تشوفوا لو هي مثلا خناقة مع حد في الشغل، يعني ايه، ناخد بس بريك شوية، نقيم الموضوع، وزي ما قلنا نصلي بإذن الله محلولة. في حد قريب منك هيقدم لك شيء، والشيء ده شكله مساعدة، هيساعدك، وهيساعدك، افتكر الموضوع ده ليه علاقة بالأزمة اللي انت بتمر بيها دلوقتي، هيساعدك فيها، هيقدم لك شيء، اوكي، بنية خالصة وحاجة حلوة جدا، مساعدة او دعم، او حتى يعني هيهون عليك ويخفف عليك المحنة اللي انت فيها دي، بس هي حاجة بسيطة ان شاء الله، ما هياش حاجة يعني تخوف، ما تقلقوش. Queen of Pentacles، ايوة بقى، ايوة بقى، الحالة المادية فيها تطور كويس يا تور، يمكن البنزين الكام 10 سيغ ولا من ربع جنيه اللي نزلت دي، يمكن هتأثر معاك حالتك المادية، يبقى فيها تطور، وهتحس انك انت في حالة راحة شوية، مش رخاء، بس ايه، العملية تكون مريحة، تطور عن اللي انت فيه، ايا كان اللي انت فيه، هتحس ان انت ها طلعت شوية، وكمان بيدل على انك انت شخص طيب وكريم وعندك عطاء كتير جدا، وكل ما بتدي كل ما هديت اكتر. انت محتار في حاجة، واعتقد الحاجة دي تخص العاطفة بقى، ده في حيرة هنا، قرارين شبه بعض، قريبين من بعض قوي، حيران اعمل ده ولا استنى شوية ولا اعمل ايه، في عندك حيرة. الحيرة دي بقى بتمشي باحساسها، بقى تمشي باحساسك، ما تتحلش بالعقل، دي بالاحساس، وهتحس بمشاعر جديدة يا تور. لو انت محتار بين علاقتين، يعني محتار بين انت مثلا، او انت محتارة بين شخصين، هيجيلك مشاعر جديدة هتحس بيها قوية جدا، ما ينفعش تعدي من غير ما تاخدي بالك، او تاخد بالك، هتحسوا بالمشاعر دي، وده هيحسم لكم القرار ده، في حيرة واضحة، اوكي، وحيرة بقى حاجة ليها علاقة بقى بالمستقبل، حاجة مكملة معاك، فعلى ما أظن والله أعلم إن الحيرة دي زي ما قلت لكم في علاقة، أو حتى مش لازم يكونوا بين شخصين، مقارنة بين شخصين، ممكن تكون أنت محتار تكمل أو ما تكملش، محتار تتعامل إزاي، هتلاقي مشاعر هتحس بيها فجأة، هي اللي هتحسم لك الموضوع ده، هي اللي هتدلك تتعامل إزاي. وزي ما قلنا، قلت الأزمة اللي عندك دي حلها القرب من ربنا والصلاة. عندك تغير في الحظ يا تور، الحاجات اللي كانت واقفة ومتعطلة وراكدة كده، المية الراكدة، العجلة هتدور، هتبتدي تدور، هتبتدي الدنيا تتغير، والأمور الواقفة المتعطلة هتبتدي تقرب، والدنيا هتبتدي تتسهل، هتحس بتغير، وتغير جامد. التغير ده هيسبقه حاجة، هيسبقه تغير فيك انت الاول، في شيء هيتغير جواك، في ذا ديث. ديث ده كارت قوي، من الكروت القوية جدا، والكروت الميجر الاساسية في التارو، بيوحي بموت شيء كان عايش معاك فترة طويلة جدا، ممكن يكون معتقد، ممكن يكون اسلوب، ممكن يكون صفة حتى فيك، حاجة كانت جزء منك هتموت، ويحل محلها شيء تاني. لما الشيء ده هيتغير جواك، العجلة هتدور. يمكن نقول مثلا، هديك مثال للمثال وليس الحصر، انه اسلوبك مثلا، بدل ما انت شخص مثلا مش اجتماعي قوي،
هتبتدي العزله اللي انت فيها دي تختفي ويحل محلها اجتماعيه، ان انت تبقى شخص اجتماعي وحابب تنزل مع الناس وتقابل زمايلك في الشغل بره الشغل وتعمل علاقات اكتر، فالعجله هتدور معاك. فاهمين قصدي؟ في تغيير هيحصل جواك انت، وبرضه ده ما ينفعش ما تحسوش، زي المشاعر القويه اللي هتحسها دي ما ينفعش تعدي من غير ما تاخد بالك. هتاخد بالك ايه ده؟ انا مش كده، انا دي مش طبيعتي، في حاجه شيء جواك هيتغير بشكل جامد. سترينث يا تور بيقول لك مواجهتك لازم تكون بعقلانيه، بدبلوماسيه، تستعمل عقلك ما تستعملش قوتك عشان تسيطر على الحاجه اللي بتهددك دي. شايفين ده اسد؟ الكارت ده اسمه سترينث، القوه، قوتك في عقلك، مش انك انت تنهار اللي قدامك او انت تهينه او انت تزعقله او تزعله هو ده كده انت كسبت الماتش. لا، الماتش مش هيتكسب كده، بعقله. بصوا هي مروضه الاسد ازاي؟ بعقلها، بتطبطب. مش لازم يكون بطبطبه، يعني مش شرط يكون تستعمل نفس الاسلوب انك انت بتطبطب على اللي حواليك، لا، تستعمل معاهم دبلوماسيتك وذكائك، وما فيش شك من قوه الحاجتين دول عندك. انت منغمس في ذاتك شويه يا تور، شايفه حاله زي ما تقولوا مش حزن بس انطوائيه شويه، حابب تكون مع نفسك او مركز مع نفسك قوي. يمكن يكون التركيز اللي انت مركزه مع نفسك ده هيكون سبب التغيير الرهيب اللي هيحصل في حياتك ده. يعني هتقعد قاعده مع نفسك وتعمل شويه تعديلات، هتطلع منها بالنتيجه دي، هتقول لا لقد الوقت جه بقى خلاص، انا لازم ابتدي اتغير، لازم مثلا ابتدي بدل لما انا بهاجم بشده ان انا لا ابتدي اكون حكيم اكتر في انفعالاتي، بدل ما انا لا كل ما حد يقول لي تعالى مثلا انزل معانا روح معانا زمايل في الشغل، انتوا عارفين الخروجات الـ بتاعه الشغل دي بتقرب الزمايل جدا من بعض، هتبتدي تنزلها، هيتغير حاجه في شخصيتك جامده جدا، وبالتالي هتتغير حياتك معاها، هتكون اكثر سلاسه واكثر حظا ان شاء الله. قرايه حلوه زي ما قلت لكم يا تور، لو انا صح في موضوع المحنه او الازمه اللي انت بتعدي بيها دلوقتي حلها الصلاه، قرب من ربنا وادعي له وهو هيدلك. بالنسبه للحيره اللي عندك من ناحيه الحاله العاطفيه، فدي انت هي هتتحل لوحدها، هتبتدي تحس بمشاعر جديدة هي اللي هتحسم لك الموقف. دي القراية الأولى للقراية العامة الأولى لبرج الثور. أتمنى تكون القراية منطبقة ودقيقة، يا رب تكون عجبت. صح، ميرسي يا عزة، أتمنى يتغير حلو وفك إيه وفك الكعبلة إن شاء الله. إن شاء الله يا دود طلعت، إن شاء الله بإذن الله هتتفك بإذن الله. البث ده لا مش يوميا يا عامر، هو بقى حسب التساهيل الصراحه، بس هو الخطه ان هو يوم يوم لا، وهحاول على قد ما اقدر ان انا اظبط الريتم ده. يا سلوى يا حبيبه قلبي، ويحفظك ويبارك فيكي يا حبيبتي انت، خلاص يا عليكم. صح، طيب كويس قوي كويس قوي. قوس يا ميسة قريب قوي، حاضر، بعد ما شفت في حاجة جوايا اتغيرت وانا مش كده من ساعة ما شفت. ايه يا حسام؟ هذه من برج الثور، دي المرحلة الاولى يا زينب، ما تعيطيش، دي المرحلة الاولى، وهنقول الحالة العاطفية حالا، ولو فاتك القراية ولا يهمك بعد البث ما يخلص هتلاقيني حطها لك في الصفحة جاهزة مستنياكي. قوس ان شاء الله يا ميسة، حاضر. ميرسي يا مروة عشير، تسلم ايدك حياتي. طيب يلا نشوف الحالة العاطفية. اهو مروضة اسود وما جبتش من عندي حاجة. والله يا بنتي احنا عايشين في غابة هنا، دي غابة بنروض اسود فعلا. يلا هنعمل ايه؟ فعلا كلامك كله صح، ميرسي يا بسمة جدا، صح، اشكرك يا شيماء. طبعا يا سيف لا يعلم الغيبة الا الله، طبعا ونعمة بالله. طيب يلا نشوف الحالة العاطفية اخبارها ايه. يا رب تكون كويسة. وانا في حد كمان تور عندي من صحابي، يا رب يا رب يكون حاجة كويسة يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا منى انت اللي كمان، وانت وحشتيني جدا جدا منى،
منى احنا انت سمعتي قرايتك ولا لا؟ انت قرايتك عملتها لايف، منى من الناس اللي كسبت معانا، سمعتيها؟ والنبي طمنيني قولي ان انت سمعتيها، عشان انا ما بقتش فاكره انا قلتها في انهي لايف فيهم، عشان خاطري قولي انك سمعتيها. انا بعد كده هعمل القرايات على التليفون، انا مش هخليها هنا، كل كلمه صح بس انا ايه بصلي على طول. كويس جدا يا عزه، حلو حلو. الصلاه طبعا دي عباده ما فيهاش حاجه، بس انا اقصد الصلاه اللي هي انك تتكلمي مع ربنا، فاهمه قصدي ايه؟ القعده دي اللي بتبقي خلصتي الصلاه وتقعدي كده ايه تفتحي قلبك وتتكلمي مع ربنا، ده قصدي. بس طبعا برافو عليكي وادعي لي معاكي، ادعي لي ارجع التزم انا كمان. محمد مفروض صح جدا، بشكرك يا محمد. اوكي يلا نشوف المجموعه الاولى لبرج الثور، القرايه العاطفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. حيره اهي، شفتوا؟ عندك حيره يا ثور، مفيش كلام زي اللي شفتها فعلا في القرايه الجنرال بتاعتك. في حيره، حيره، ده الطاقه حتى نفسها بينكم حيره. يا رب يا ترى ايه الاسباب؟ ايه سبب الحيره دي؟ طيب طيب بسم الله ما شاء الله، حاجة حلوة جدا. بصوا يا جماعة، حيرة هي واضحة، the star هي إيجابية، طاقة إيجابية كل حاجة، بس أنت عايز تحسن قرار، أنت رجل في المية ورجل في الأرض، مش عارف تروح فين، ويعني وهو قرار شكله قرار مصيري، يا الأرض يا المية، حاجتين يعني عكس بعض، فعندك قرار محتاج تحسمه. نفسك، انت شايف ان في حاجة غلط في العلاقة، يكاد يمكن يكون خطأ حصل من شريكك او خطأ منك، الله اعلم، بس في يمكن في حاجة غلط. البرج ده معناه شيء غلط. نفسك الشيء الغلط ده ينهار ويروح بقى، يعني الغمة تنزاح. والشمس، بصوا التاور عامل ازاي، يعني سواد، السماء سودة، يعني اكيد حاجه غلط، وحاجات بقى بتقع وبيت بينهار وناس بتقع من الشبابيك ونار وحريقه واكشن غير طبيعي كده. لكن لازم عشان تهدى لازم يحصل الانفجار ده. فانت نفسك الشيء ده الوحش ده ينهار، حتى لو هيبقى فيه خسائر، بس نفسك ينهار. شايف شريكك ازاي؟ شايفه هديه من ربنا، شايفه حاجه حلوه جدا، بيمدك بطاقة إيجابية وبيمدك بالهدوء وبيمدك بالاطمئنان. بصوا جنينة وبستان، يعني حاجة حلوة جدا، وإيد ممدودة وحاجة منورة وكده، حاجة حلوة قوي قوي. أنت يا تور شايف شريكك حاجة كويسة جدا، أكيد شريكك شخص كويس، يعني واضح إن هو شخص كويس، وهو فعلا على فكرة شخص كويس. شريكك عايز إيه؟ عايز يوصل لرضا، نفسه يحس برضا في العلاقة. شكلك انت اللي مغلبه يا تور، يمكن تكون انت اللي مغلبه، او هو مش عارف يوصل لك ازاي. نفسه يوصل لمرحلة الرضا، ان هو يرضيك، وان هو كمان بالتالي هو هيرضى. اللي لسه ما ارتبطوش، الشخص ده شريك التور عايز ارتباط، عايز بداية عيلة جديدة. اللي ارتبطوا فهو عايز العلاقة تكون صحية، وعلاقة فيها ثقة وفيها فرح واحتفالات، عايز يسعد عيلته جدا. يعني في كلتا الحالات، سواء العلاقة دي زواجها تم ولا لسه، فشريكك يا تور شخص فعلا كويس قوي. ربنا يعني ربنا يهنيكوا ببعض. شايفك ازاي؟ شايفك عندك يعني انت اساس كويس قوي، بذرتك كويسه، البذره كويسه بتاعت العلاقه، بس هي عايزه شغل. يعني انا قربت افهم المشكله يا تور، شكل اندفاعك في الكلام بيوحي بقسوه او بيوحي بقله حب، ده بيجرح شريكك يمكن، الله اعلم، يا رب اكون يعني يمكن اكون غلط. بس لو انا صح، ويا ريت نواجه نفسنا كده، لو انا صح حاول تكون يعني كلامك يكون كويس، يعني حاول ان انت تكون ظريف شويه مع شريكك. وزي ما قلت لكم الطاقه بينكم طالعه نازله، يوم حلوين ويوم تقلبوا على بعض، يوم كويسين ويوم تقلبوا على بعض، مش مستقره الطاقه، مش مستقره. صح جدا، ميرسي يا سابرينا. هنا
في حالة، يعني عايزة أقول راحة أو حالة، عارفين، لا، حالة هدوء، في حالة هدوء، هتوصلوا لحالة هدوء إن شاء الله في العلاقة بإذن الله. وفيها بقى عطاء، بقى كل واحد هيدي حاجة، كل واحد هيدي للتاني حاجة، في هنا خير جاي لكم ان شاء الله. يعني واضح ان انتوا الاثنين شخصيات طيبين، ناس كويسين جدا، فباذن الله ربنا هيبعت لكم حاجه كويسه. دي حاجه جايه من عند ربنا، خير جايه من ربنا ان شاء الله، يكون هدوء نفسي ويكون حاله، يعني هيقربكم من بعض اكتر. الناس اللي ما اتجوزوش، هنا في اتمام زواج في خلال شهرين، الله اعلم، ان شاء الله في خلال شهرين في اتمام زواج. الناس اللي مرتبطين، يمكن دي مشكلة، مش عايزاكم تخافوا، يمكن تكون مشكلة وهتحتاجوا ان تحكموا بينكم حد كبير، حد من العيلة، اب، ام، اي حد، ويا ريت هم دول الناس بس اللي يتدخلوا، ويا ريت تختاروا حد فعلا يقدر يديكم نصيحة كويسة ويوفق ما بينكم. ده حد جاي بيحكم بينكم انتوا الاثنين، ان شاء الله تتراضوا لو كانت دي مشكلة فعلا. لو ما كانتش مشكلة فهي بينكم، يعني ممكن تكون مشكلة خارجية بعد الشر، يعني حاجة بسيطة كده وتعدي تروح لحالها. المهم ان العلاقة هتستقر بإذن الله وهتبقى زي الفل. والله صح، ميرسي يا صابرين حبيبتي، بشكرك جدا. الأسد قلناه يا محمد، محمد مصطفى قلنا الأسد. احمد جه معانا اهو، زي ما قلت لكم احمد سليمان، هتلاقوه هو حاطط صوره احمد حلمي البروفايل بيكتشر بتاعته، هو الادمن الجديد معانا، رحبوا باحمد. حقيقي والله ميرسي يا بسمه. القوس حاضر يا هاديه، حاضر من عينيا. الجدي من عينيا يا حنان، حاضر بس كده. انت اللي منور يا سيف، بشكرك. ما قلتليش ايه رايكم في موضوع اللعبه دي. ايه يا انا عليا زي، بتقولي ايه يا ماني، مش فاهمه. اوكي الحمل قريب جدا، قريب جدا يا طيب، قريب جدا ان شاء الله. برج الاسد سايبني انا حاسه باللامبالاه. طب بصي يا هبه، انت عايزه تسالي يعني في رجوع ولا لا؟ السؤال ده زي ما قلت لك انا بعمل اخر 10 دقايق في اللايف، ان هو بقى نسال اسئله، هسافر ولا لا، يعني بدي كده 10 دقايق نقعد نقرا نقول اسئله. نوسة بشكرك يا حبيبتي على الفيدباك الحلو ده، الحمد لله القرايه مظبوطه وكله تمام، صح يا عسل، ده انت اللي عسل يا سمر. جومانا بشكرك حبيبتي قوي قوي على الفيدباك، ثانك يو ثانك يو، كلامك صح. بشكرك يا احمد، ميرسي احمد في حاله انبهار، ده اعلى حاجه في الدنيا والله، ربنا يخليهولي. شفتوا بقى الكلام الحلو بقى، يا رب يخليهولك يا بسمه ويهنيكوا ببعض ويهديهولك ويهديكي ليه. ميرسي يا نوسه جدا، فعلا صح جدا بجد، كله بيحصل وبوظت الدنيا باندفاعي، ربنا يفرجها من عنده ويدير خاطرنا ويصلح الاحوال. يا ندى انت يعني بجد، بصوا الاعتراف بالحق فضيله فعلا، انت وصلتي لمرتبه حلوه جدا في الفضيله، انك بتعترفي بخطئك وبتصححيه، برافو عليكي، جو فور ات، وهتصححيه ان شاء الله. طيب دلوقتي ليان، ثانك يو حبيبه قلبي، مبسوطه قوي ان القرايه عجبتكم، بجد مبسوطه جدا. دلوقتي هنبتدي القرايه، قرايه المجموعه الثانيه لبرج الثور